I'm from the sun, I'm from the stars. Spent so long studying each other. When they were best friends, next to the enemies. I just wanna understand. السلام عليكم، أنا أوليفيا، أعيش في بلدة صغيرة مع والدين بسيطين. لطالما ما كانت أمي في طفولتي تحكي لي قصص الجنيات وأنها تساعد الأطفال وتمنحهم قوى خارقة، لكنني لم أكن أصدق حقا تلك القصص. عندما التحقت بالإعدادية صار لدي صديقة مقربة اسمها سام. لقد كنت فتاة عادية بشعر البني المنكوش وعيني العسليتين المخبأتين وراء نظارة السمكة، وهذا ما دفع الفتيات الأخريات في مدرستي إلى مضايقتي بقولهن: قديمة الطراز، ألا تتمنين أن يكون لديك مثل شعرنا الأشقر وعيوننا الزرقاء الواسعة؟ مظهرك لا يؤهلك أبدا لتكوني صديقتنا. غالبا ما كنت أقوم بتجاهلهن، لكن أحيانا ينفد صبري فأقوم بالرد عليهن، لكن مع ذلك كانوا يسخرن مني. ولم تقتصر المضايقات فقط على الفتيات، الفتية أيضا كانوا وقحين معي، كانوا يختبئون خلف الأبواب، وعندما أقترب كانوا يطرحونني أرضا، كانوا يشدون شعري ويسرقون كتبي. وكان هناك فتاة هي الأكثر لؤما من بينهم، كان اسمها ساندي. كانت دائما ما تنتظر الفرصة المناسبة حتى تلقي علي الحجارة الصغيرة. أما الصديقة المقربة سام فقد اعتادت استخدام حقيبتها لتحميني من الحجارة قدر المستطاع، لينتهي بها الأمر مصابة بأحدها في بعض الأحيان. كانت سام الشخص الوحيد الذي يعاملني أنني شخص عادي. هي أنتي، لم تستمرين بالبقاء مع تلك الغبية؟ إنها قديمة الطراز وتبعث على الملل. أعتقد أن هذا ليس من شأنك، هذه صديقتي ولا يحق لك التدخل بعلاقتنا. حسناً، لقد أردت فقط أن أنصحك. لا تلقي لهم بالا يا أوليفيا، أنت ذكية وخفيفة الظل وتضيفين جوا من المرح، لا تلقي بالا لمضايقاتهم. لقد كانت حقا لطيفة معي، لكن مع ذلك اعتدت على أن أضم شفتي وأبقى صامتة وأكمل طريقي نحو المنزل. ظل هذا يحدث معي لسنوات، من الصفوف الابتدائية حتى المتوسطة والثانوية. في إحدى الليالي كنت أبكي فوق سريري في غرفة مظلمة، وفجأة تلألأت أضواء من العدم وظهرت فتاة عجيبة. ارتعبت، وقبل أن أصرخ طمأنتني وقالت لي: شت، لا تخافي يا عزيزتي، أنا هنا لمساعدتك. أعرف بأنك دائما تتعرضين للمضايقات، وليس من السهل على أحد تحمل ذلك، لكن من اليوم وصاعدا سيرغب الجميع في أن يصيروا مثلك. من اليوم ستكونين الأميرة الخارقة لهذه البلدة. مسحت على شعري فإذا بجسمي يتلألأ. قفزت من سريري وأسرعت للمرآة وارتضمت مما رأيت. لقد اختفى شعري البني المجعد وحل محله شعر أشقر أملس، واختفت نظارة السميكة وعيوني البنية لتحل العيون الخضراء البراقة محلها، وتختفي ملابسي الباهتة لأرتدي زي الفتاة الخارقة الزهري الناعم. وفي وسط دهشتي أردت أن أنظر إلى تلك الفتاة لأشكرها، لكنني وجدت أنها اختفت. لم أتمالك نفسي وقفزت من الفرحة. فجأة أحسست بجسدي يطفو. نعم، شكلي لم يتغير فقط، لقد صارت عندي أيضا قدرات خارقة، وأحسست بأن قوتي ازدادت بشكل كبير، وحاستي السمع والبصر عندي صارت خارقة. كنت متحمسة ليرى زملائي شكلي الجديد بالثانوية، لكن تراجعت عندما سمعت همسا في أذني يقول: أوليفيا، هذا سرك، لا تخبري أحدا، وفي حال أخبرت أحدا من الأمر فإن قواك الخارقة ستختفي.